نشوف هذا السؤال. هون بحكي لي معطيني تجربة بينوميال، معطيني ال N وال P لإلها، بحكي لي find probability of x تساوي 3. هلأ ممكن استعمل القوانين تاعونها بطلع الجواب صح 100%، أو في جداول بيستعملوها بالإحصاء، يعني في جداول للبينوميال، في أكثر من جدول يعني نستعملهم. بالبينوميال بنتبه على الN إنه قديش معطيني إياها، لأنه في جداول كثير، مع يعني أتوقع هو 15 جدول كلهم إلهم N. طبعا حسب السؤال معطيني إياه الN، مثلا هون 12 بحط على جدول 12، مثلا هون عندي جدول 12 نسبة النجاح موجودة هون 0.4 هيها تمام، و X تساوي 3، ال X تساوي 3 بقاطعهم إذا أعطاني 225 بالألف تمام. هلأ إحنا حكينا لما يعطيني probability لل X تساوي 3 إنه لما أخذ القيمة من الجدول هي تراكمية مجموع كل إشي قبلها، يعني هي للصفر وللواحد وللاثنين وللثلاث، فكيف بدي أخلص من هذول؟ لأنه أنا بس بدي للثلاث بطرح من اللي قبلها ناقص 0.083 يعطيني جواب. هاد فرع A. فرع B بحكي لي أوجد لي احتمال إنه الـ X أكبر أو تساوي 3. هلا إحنا حكينا إنه هاي ما بقدر أتعامل معها، ممكن أخليها واحد ناقص احتمال الـ X أقل من 3، حكينا إذا في مساواة بشيلها وبعكس الإشارة، وإذا ما في مساواة بحطها وأكيد بعكس الإشارة. هلا الواحد ناقص زي ما هي بتضل. probability للـ X أقل من 3، شو على القوانين اللي قبل شوي حكيناهم؟ اللي هم هاي التابل تبع العدد 2، لأنه هو الأقل من 2، الأقل من 3 عفوا، التابل الأقل من 3 هو 0.083، واحد ناقص يعطيني الجواب. نشوف فرع سي، بحكي لك أوجد لي احتمال أن الأربعة أقل من X أقل أو تساوي 10، حكينا هون إذا العدد اللي على الشمال ما عنده مساواة أخليه زي ما هو، ناقص هذا إذا عليه مساواة أخليه زي ما هو تمام. وباخذ الأرقام، طبعا هون أنا عكستهم مش عارف ليش، إحنا أكيد نبلش العدد الأكبر اللي على اليمين، وهاي أربعة، إنه حيعطينا جواب سالب إذا كان هيك. فبطلع معاي القيم واحد لهاي ناقص 0.438 يعطيني جواب